ما هو دي حاجات يعني لو فتحناها من أول يوم خلاص بقت حق مكتسب. هو ده اللي انا بقول لك عليه، هو ده اللي لازم يتغير دلوقتي. معانا مفتاح بتاع الشقه للطوارئ، لكن مش معنى كده ان انا افتح. انا اعرف واحده قريبتي كانت بتفاجئ، وتبقى نايمه مثلا ولا لسه ما صحيتش هي وجوزها، وتلاقي حماتها قاعده قدامها على التسريح. يعني دي صحيت يعني، كان يجي لها سكته قلبيه ان هو في حد قاعد قدامهم والدنيا ضلمه. تمام. طب ده كلام يعني ينفع؟ تمام. ينفع ادخل على ابني اوضته مثلا وتقول لك ده ابني انا مش لا ما غريبه؟ ينفعش. فده لازم يتغير يا جماعه، لانه ابنك وانت لا اللي مربياه، بس بقى ليه بيت، بقى ليه ولا اربع حتى حيطان بنتها تانية، يعني، ولا حتى ولا الام حتى تدخل بنتها. على بنتها ما يعني. هو بنتها في راجل تاني، هو مش صله رحم بيكي، انت صله الرحم بينك وبين بنتك، لكن هو مش صله رحم بيكي. فما ينفعش ان انا افتح وادخل في اي وقت. لو انت بقى ما عملتيش الحدود دي يا دعاء، وقلتي من الاول يا جماعه انا ما ينفعش معايا كذا، او انا ما ينفعش بيزعلوا حد بقى يكلمني كده. يعني. كم التعليقات اللي بيقول لك المشكله انهم بيزعلوا يعني، لو قلت لهم معلش انا معلش يعني في شويه خصوصيه ومساحه يزعلوا ويقلبوا الدنيا. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، وسؤال انا بساله اهو، اللي بيجي يسالك بفضول، لو انت حبيتي تساليه وتعرفي عنه حاجه بيقول لك؟ لا يمكن. بس هو انت يعني الواحد ما بيقولش ما بيسألش بفضول بالظبط يعني. كده. انا مثلا اعرف مثلا يعني في صديقة مثلا انتيم يعني قريبة جدا جدا، هي اتجوزت مثلا يعني داخلة على 6 7 سنين جواز، في حياتي ولا جت على لساني انه مثلا اسالها عن خلفه او حاجه، مش موضوعنا يعني، بنتقابل ونخرج ونروح ونيجي وبتاع، ولا يمكن اقول لها انت ايه يعني، هي خلاص يعني انا بالظبط مالي كده. يعني، ولا وارد ولا اي حاجه، مش موضوع، كانه ما يعني كانه ما في يعني ما يجيش على بالي وخلاص، ونتقابل نتكلم في كل حاجه في الدنيا الا الا ان دي انا اسالها هو انت هتخلفي مش هتخلفي، مش موضوعي خالص انا مالي. خليني اخد ساره. يا سارة معانا؟ سارة سارة معانا ولا نور؟ السلام عليكم. أهلا يا سارة. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا أستاذة دعاء؟ أهلا بيك. تمام. بالنسبة لموضوع الحلقة بتاعت النهاردة، أنا عايزة أقول أبدأ كلامي بالحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن هو قال من حسن إسلام إسلام المرء المرء تركه تركه ما لا ما لا يعنيه. يعنيه. فده يعني ده المفروض ان الناس تاخد دي قاعده، ان ما حدش يسال اصلا في حاجه ما تخصهوش، لكن نفترض ان ده حصل والناس سالت وكده، فانا شايفه ان احسن طريقه ان الانسان ما يقابلش ده برد عنيف او يزعل اللي قدامه منه، يعني هو ممكن مثلا ياخدها على سبيل يرد رد ملوش علاقه بالسؤال بس بهزار اللي هو بضحك يعني، او اسلوب تاني ان هو مثلا يقدم المشيئه، مثلا انت ايه ما فيش حاجه جايه في السكه ان شاء الله ربنا يسهل، يعني مثلا زي اللي يخلي قالت الله المستعان، الله المستعان اللي هو ودعونا. بالظبط كده.